زي ما قلت لكم هيفضل رمضان والدراما هتفضل كل شوية نتعرف على فنانين. أنا ببقى دايما شايفة إنه الدراما فرصة إنك تشوف وجوه مختلفة وتشوف كمان أداء مختلف. هروح لفنان آخر، الفنان أحمد الرافعي، وهو الحقيقة قدر في سنوات قليلة جدا إنه يبقى عنده مكان مميز على الشاشة الصغيرة. السنة دي هو مشارك في عملين الاتنين مهمين الحقيقة، الأول رسالة الإمام والتاني مسلسل ضرب نار، والاتنين مختلفين تماما. تعالوا الأول نبدأ وأوريكم كده جزء من رسالة الإمام وبعدين نرجع نكمل كلامنا. ما رأيك بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى ورسوله حرم الميت؟ تعلمنا أن رجلا سأل فقال: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنها يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، يعني يتخذونها للإضاءة. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا، هو حرام. ولكن العلماء اختلفوا في قوله حرام، أهو عن البيع أم عن الأمور التي ينتفع بها؟ ومنهم من قال إن التحريم يرجع إلى الانتفاع بها. صحيح، ومنهم من قال إن التحريم يرجع إلى البيع لا إلى الاستفادة منه، ومن ثم فيجوز الانتفاع بشحم الميتة في طلي السفن والاستصباح بها وغير ذلك مما ليس بأكل ولا في بدن الآدمي. صحيح، ولكن الحالة تختلف هنا يا إمام. هذه الرقاع قد كتبت عليها آيات الله. بربك إن كانت لك حجة على هذا، هاتها. حجتي ما روي عن ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هل انتفعتم بإهابها؟ وقال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. فماذا عن حديث ابن عكيم إذ قال: كتب لنا نبي الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بشهر ألا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصا؟ هذا يشبه أن يكون ناسخا لحديث ميمونة، إذ أنه كان قبل موته صلى الله عليه وسلم بشهر. ابن عكيم لم يلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن من أصحابه، وحديثه مضطرب الإسناد ومرسل. صحيح، حتى إن راوي الحديث. جميل الحقيقة، مسلسل الإمام من المسلسلات الجميلة، وطبعا دور الفنان هنا أحمد الرافعي دور مختلف تماما عن دوره في ضرب نار. خليني كده نشوف طبعا يعني تحديات كتير قابلته سواء في المسلسل ده أو المسلسل ده، معرفش إذا كان من حظه أن الاتنين موضوعات مختلفة فيقدر كده يقدم نفسه ويقدم شخصيته بشكل مختلف كل دور على حدة. خليني أعرف التفاصيل الفنان أحمد الرافعي. مساء الخير. مساء الهنا والورد يا أستاذ، أخبار حضرتك إيه؟ أنا كويسة جدا الحمد لله. الحمد لله يا رب مشفقة عليك، يعني هنا في الإمام تمام وثقافة وهدوء ولطافة وتدين، وفي ضرب نار ضرب نار بقى يعني. ولا وفي كمان ستهم وفي الأهم من الثلاثة يحيى وكنوز كرتون الأطفال. أنا طبعًا يعني طبعًا ممتن جدا وسعيد طبعًا جدا باشتراكي في العمل ده طبعًا، لأنه العمل الأول اللي أولادي بيتابعوه، وكذلك الأزهر مسلسل كرتون الأزهر الشريف طبعا. لا وجميل أنه إحنا نرجع نشوف كرتون مصري يعني فيه الإبداع المصري، صوت وتنفيذ وكده، من الحاجات الحقيقة الرائعة يعني. طبعا السنة دي هل أقدر أقول أنه أحمد الرافعي يعني كان عندك فرص كتيرة أنك تطلع يعني تبدع في مجالات مختلفة يعني أو في أدوار مختلفة؟ لله الحمد، الحمد لله رب العالمين. طيب كلمني الأول، إحنا يعني على الشاشة دلوقتي رسالة الإمام، فهنا رسالة الإمام من الأعمال الصعبة، الأعمال المهمة، عندها رسالة، بتتعاون مع مخرج طبعا ومع فنان كبير خالد النبوي. كلمني عن الكواليس وعن علاقتك بخالد النبوي الإمام في المسلسل. وإحنا طلبة في المعهد العالي للفنون المسرحية كانوا الممثلين الأولمبيين أو يعني المهتمين بمسألة حرفة التمثيل، كان يعني من أهم طموحاتهم أو أحلامهم المهنية إن هم يشاركوا العمل مع واحد من الخالدين الثلاثة: خالد صالح، خالد الصاوي، خالد النبوي. صحيح، خالد النبوي كان واحد من الفنانين اللي دأبهم واجتهادهم وإبداعهم ملهم لكل الطلبة والدارسين لهذا الفن في الوقت اللي كنا بندرس فيه ولحد دلوقتي. فرصة اشتراكي في عمل
بطله الفنان خالد النبوي كانت يعني فرصه قد ايه يعني. انا وانا شغال ما بكونش ما بتسعفنيش الكلمات عشان اقول له اوصف له احساسي انا ببقى عامل ازاي واحنا واقفين في مكان التصوير، لكن انا يعني انا في منتهى السعاده بالفرصه بال يعني يعني مش عارف والله حتى دلوقتي وانا بكلمك الكلمات مش سعفاني ان انا اقولك. دورك في ضرب النار. والله يعني زي الاشرار اللي بتشوفيه بعد الاشرار الناعمين دول اللي هم عارف يعني شر كده زي الافعى زي الحقيقه وشغال بس ناعم وشكله ودود وطيب بس هو شرير جدا. ايوه شبه تقريبا الاشرار اللي احنا بنلقاهم في الحياه. أيوة لانه صحيح. الشرير اظن انه بالضروره ما ينفعش يكون شره بادي وظاهر. فيعني خاصه انه في سياق الحدوته اللي احنا بنشوفها انه قريب من شخصيه جابر الكوماندا وانه يعني ما بيبقاش منتظر منه الشر اطلاقا، فعشان ما يبقاش منتظر منه الشر كواليس بقى دي مش اول مره تشتغل مع طبعا فنان احمد العوضي والفنانه ياسمين عبد العزيز، الكواليس عامله ازاي؟ يعني اولا العمل لطيف في خفه دم وفي اكشن وفي حاجات كتير، كواليسه ازاي؟ شوفي دايما من اول ما التقيت مع احمد في الاختيار، بعدها لما التقيت مع احمد وياسمين في ضرب نار كان دايما الكواليس بيبقى فيها كثير من التودد وكثير من المحبه وكثير من يعني انا دايما كنت ببقى موجود بناء على طلبهم ورغبتهم ان يكون موجود في العمل، وده بصراحه كان بيديني دايما مساحه ان الواحد يعني يؤدي مهمته ويبدع باريحيه وسلاسه وطلاقه. بس استنى يعني ده هو هيطلع لك من السجن وربنا معاك بقى يعني هتشوف بقى هتشوف ايام هتشوف ايام مختلفه يعني مش هيبقى طيب ابدا كده معاك يعني قعدت في السجن طبعا. 5 سنين استنى بقى دورك يعني هتفضل الدراما المصريه فرصه للابداع لكل الوجوه ولكل الفنانين وتفضل فرصه انه الفنان يعمل ادوار مختلفه. بشكرك شكرا جزيلا الفنان احمد الرفعي.